بعنا الحواله في الكوري بعنا 160 وبقات عندنا واحد 10. قلنا نجيبوا الرحبه باش نعرفوا الاجواء ديال الرحبه ونشوفوا الامكانيات ديال الناس والاثمنه فين واصله. وكتشوف كما كتشوف الناس راه واكله الدق كيف ما كنقولوا، الناس راه مساكن ما قادرهش تشري، لا الكساب قاد يطلق الكسيبه ديالو ولا المواطن قاد يشري. هذه 20 يوم مني بدا التجهيزات ديال عيد الاضحى والحولي ثابت في ثمنه، وعلى مدار السنه هو الحولي غالي. مني كتبغي تشري تقدام وهو باقي كما كنقولوا باقي ما عالفش، هو شاد الثمن ديالو. هادشي لمن كيرجع شكون المسؤول على هادشي؟ الحكومه، ولكن يعرفوا يزيدوا في الاسعار، يزيدوا في الاسعار. علاش ما يديروش عوض، يديروا داك الدعم، يدخلوا هذيك يستوردوا هذيك الغنم ديال برا ويديروا لينا حنا دعم في الاعلاف. ما يعطوناش السيدي الدعم ديال العلف، يعطونا سيدي حنا في الوقت اللي غندخلوا فيه الحولي قبل شهر رمضان العلف ينقصوا لينا النص 50% ديال الغلا ديال العلف. نقول لك هاك سيدي علف عندك فيها 5 شهور باش المواطن يجي الحولي رخيص والكساب ما ياكلش هو الدق في العلف، وتكون غدا القضيه مقاده. اللي كيشري ب60 يشري ب60، واللي كيشري ب40 يشري ب40. دابا راه الحولي الا بغيتي تشري حولي زوين وتعيد عليه خصك تعدى 5000 درهم. علاش زاد عليهم الكساب؟ فاش زاد عليهم الكساب؟ الكساب راه يبيعوا ب10000 درهم وما يربح والو. شنو فاش زاد عليهم؟ فين هو صهيرو؟ فين هو اللي الدواء ديالو؟ فين هو العلف ديالو؟ واش انت عارف الشعير كان كيدير 2 درهم درهم ونص، ولا دابا كيدير 9 دراهم؟ الذره ولات واصله 9 دراهم حتى 8 درهم ونص. على من المسؤول هذه؟ الكساب هو اللي زاد فيها، شكون اللي كيزيد في هذا الشيء؟ ملي كتهضر مع شي واحد مسؤول ولا كيعطيك شي ممرر كيقول لك ورا الحبوب كنستوردوها من برا غاليه، راه الحرب ديال اوكرانيا غلات العلف على 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 الدول كامله. ايوا انتم عاونوا غير عوض، انتم تدخلوا هذيك الغنم وتعطوا فيها دعم وديروا دعم في العلف غير هاد البيريور ديال الحولي، غير من قبل رمضان، غير من شهر رجب ولا من شعبان اللي كيعلف فيه الحولي ديال بصح حتى لعيد الاضحى، حتى لعيد الاضحى ما غاديش يكون هاد المشاكل. الا الحولي مثلا كتوكلوا كيلو ب 10 دراهم، راه ماشي هي كيلو ب 10 دراهم. على هاد الحولي مثلا هذا غاجا ولا قد هكا، هاد الحولي هذا شنو كياكل؟ هذا ياكل غير التبن، كابره بالتبن. راه عنده الحبوب اللي كيعلف بها، راه كاينه الذره وكاين الشعير وكاين القمح، كاين الشمندر، كاين النخاله، كاين الله يكون في العون. لا شوف المواطن تضر بزاف، المواطن واكل العصا بزاف، والكسابه اكثر منه بصهيرو بتكرفيسو، يقدر يبيعو بالخساره ما يبيعوش حتى بالفلوس.